الاسماء اللي حضرتك بتقولها، جيل الذهبي الغزل المحله، مين اللي كان دمه خفيف في جيلنا؟ في جيلنا كان فؤاد بخيت حارس المرمى، اسكندرانيه عموما يعني، وعادل احمد اسكندرانيه دول ما ما جيلنا يعني. كابتن خرشد بقى كان الله يرحمه كان امير الظرفاء في لعيبه الكوره، او الجيل القديم كله تلاقيك انت بتقابل الناس اللي قدام وكلام من ده كله. خرشد واحد من نجوم الاولمبياد طوكيو. طبعا. الله يرحمه. كان ده يعني مين خلفته بقى في في في, في النكت وكده؟ خالد عيد. طب تحكي لنا بقى، تحكي لنا الحاجات الحلوه. خالد عيد كان عندنا الله يرحمه سمير الزيني، كان مدير في العلاقات العامه في مجلس المدينه. فاكره؟ اتذكر الصوره. كان في بقى بينه وبين كابتن خرشد حكايات تموت من الضحك بقى، زي اللور الوردي وكلام من ده، حاجه طول اليوم طول اليوم. الله الله يرحمه كابتن خرشد، خد منه الكلام ده زكي عبد الفتاح، يمكن الجيل اللي بعدنا اللي كان خفيف زكي عبد الفتاح وخالد عيد. خالد عيد مسخره برضه، لذيذ يعني، ضحك وكده. كابتن خرشد بس الزعيم بتاعه، كابتن شناوي كمان كان خفيف جدا. كابتن عادل احمد، كبار دولك. احنا كنا عمليين، قليل اللي فينا اللي بيضحك يعني. شويه شويه.